السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم معنا. نحن في طريق المهدية، على ما يبدو تم تهيئة المنحدر. أشغال تهيئة الشطر الثاني من مدخل المهدية، توسيع وبناء الطريق، ترصيف، تطهير السائل. اي اي اي، هذا المحاضر هذا قادو تماما. ما زالت الاشغال، كما ترون بخصوص هذيك الطريق اللي كنا كنصورو ديك المره، فهي عباره فقط عن درج للصعود الى الفوق، وهي فكره حسنه على كل حال. طريق ضيقة في هذا المكان، إذا كما ترون مازال الأشغال مازالت مستمرة. إذا وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، سنعود إلى الموضوع إن شاء الله إذا استجد جديد كالعادة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.